عظيم، جايين على هالكهف عم ندور على عنكبوت أليف. مكان مختمينه بس بإضافات الأنيفرساري عم بحطوا لك كونتنت محتوى. Find the tamed fox. No, أنا عاوز find the tamed. هيك هذا مش مست... هذا الكهف مش مستكشفينه كله كما يبدو. Careful. It looks like something's lived here recently. ولا يهمك، احنا الكهف هذا cleared. عم بختمينه. فجايله من قبل. يا فبنهاية الحلقة السابقة كنت قاعد عم بقول انه بعد 10 سنوات من لعب على سكايرم مع المودز يوصل الواحد لمرحلة من التشبع، بحس حاله خلص عاوز انه بيرجع للبساطة ومش عاوز مدات. بقولك المحل غميق هوني. Interesting. طبيعي يعني العنكبوت الأليف بده يحطوه بمكان مليء بالعناكب. كل هدول جثث بس ما فيني ادور فيهم. ضايف الجلتش اللي صار معي بالحلقة السابقة، لا والله بعد فيني ادور. بس هدول كما يبدو الجثث اللي هيك على الأرض ما فيني ادور فيهم شيء. اوه بس انزل بالمي اتفرج ايش في تحت. اوكي بس هيك ما في شيء. تعال ما عملنا شيء هون. يا فباذن الله ستار فيلد لما راح العبها. وات في عندنا مكان ثاني هون. أنا مش فاهم الخارطة هاي كيف مركبين على بعض. على الأرجح من هون. المهمة أنا مختارة والكلير فويانس مختارة. What؟ من هون؟ اوكي هيا من هون. فايند ذا تيم سبايدر يعني هون وين فايت مش عارف كيف هيك معناه كل مي كان. تعال نرجع مرة ثانية على التهف هذا. alright لا ما احنا كنا فوق كيف ما شفنا شيء. ظاهر في مداخل لهالكهف ما وهذا شو فوته هذا هون الناب تبع الناموس لهون. الظهر قتلوه برا وبعدين قطعوا له راسه وفوتوه على الكهف. روح اوكي هذا احنا اجينا منه. قلت تعي طلعنا لبرا. لا إذا المحل من هون. اوكي هذا في محل ما اكتشفناه. اهلا. اوه هذول اشتغلوا لحالهم ولا انا تعست؟ في كان خيط انا هون قطعته. هذا هون بليت بدعسوا عليه. تعال تعال يا جماعة تعال. لحظة شوي عندك هون. أول شيء بنطلع هذا تمام وبعدين بنحط هذا بنحط فروست. هذول فامبايرز فامباير بس تمام. مظبوط انا بتذكر بالكتاب اللي انا قريته. اوه
أول شيء بنطمن على صحتنا ما يكونوا ضربوني بالفامبايرزم. مظبوط. ما بعرف إذا بحال الكتاب بعده معي. لما قرينا الكتاب عن الشخص اللي أعطاني هيلدا الماعز وحكى لي قصة الحيوانات الأليفة هاي، كان عم بيقول لي إنه الفامبايرز كان معهم كما يبدو العنكبوت الأليف هذا. ما بعرف هلا إذا أنا الكتاب أصلا معي ولا لا. ما في شيء اسمه هيلدا هوني. في شيء بيتس أوف سكايريم، بس متذكر لما قريته كان في إشارة إنه كما يبدو الفامبايرز هن اللي مربين العنكبوت هذا. كيف ربوه ما بتعرف. بحب أدور فيهم لأنه مش بس عشان الذهب والجواهر، بس مثل ما شفنا بحلقة سابقة كان في واحد معاه سلاح غريب، في بعض الأسلحة الفريدة. في مثلا بحلقة سابقة أخذت قوس، إذا فيني هلأ ألاقيه هون. هذا طلع، هذا بقول لك عشوائيا كل مرة عم تضرب بيعطيك خاصية شكل فروست، ديمورالايز، فرنزي، درين ماجيكا، بارالايز. انترستينج. يعني هذا السلاح انا ولا مره شايفه. الله، شايف هذا من ضوي. شو سيره؟ شو وضعه؟ Our next move عم ندور على العنكبوت. يا ترى العنكبوت قد ايه حجمه؟ كبير؟ صغير؟ بريتون. ويت، في شيء على الطاولة هون. سول جيم. اهلا، هلا فقت علينا؟ مين اللي عم بتقابل؟ هلا فقت قاعدين عم في كانت معركة تحت. عم تضربنا بالفامبيرزم هاي. ضربة جورديس، بس ما بعرف إذا بحال جورديس بتصيبها فامباير. تخيل جورديس بتصير فامباير، الفولور اللي معك يصير فامبايرز. هذا هو هون. أيوه، فايند ذا كي. أهلا. الكي يمكن يكون مع هاي اللي قتلناها. في بالمناسبة ناس بتخاف من العناكب حتى بالألعاب. هذا هون The Book of Daedra Vampire Naturalist Journal. لا بحب يقرا الاشياء هاي. هون عم تحكي عن العنكبوت. هات لحتى اقرا. واو، هون عم تحكي القصة انه هذه عم تعمل ابحاث وراحت اصطادت عنكبوت لحتى بتستفيد من السم تبعه، ولقت انه اذا بتقتل العنكبوت السم تبعه ما بيكون عنده نفس الفعالية مثل لما يكون بعده عايش. فراحت صادت العنكبوت هذا ولقت انه هو شوي ذكي وقامت سمته أراكنيا. اوكي، انا هذا الكتاب بدي اخده، مهم. وهذا الكتاب بيحكي عن ديدرا، هذا كتاب عام. يا ده اللي عاوز يقعد يقرا هذا عن ازورا، ما بدي اخده هلا، بس دور يمكن موجود هالكتاب باماكن اخرى من اللعبة. بس نعم، قامت صادته وقالت لك انه هو العنكبوت ذكي وفيه انه ينفذ اوامري. هات لنشوف هل فينا ان يعني فعلا استفيد منه يحارب عني. مش عارف. اوكي، توك. اهلا، كم وزمي؟ يمكن هذا بيحارب معي. لا تعال، كم وزمي انت؟ نايس، تعال. فيك تمشي؟ ليه ما في يمشي؟ معقول يكون على الآن بمحله؟ هيا مشي. أيوة، شوف إذا هذا بحارب معي أنا راح أخده. إذا بحارب هو سبين ويب تراب. أوه، أيوة، بعطيه أوامر. نايس. طب هاي إذا واحد إجا عليها يعني بيعلق فيها ولا شو الوضع؟ أنا جيت عليها وما صار لي شيء. يمكن ضد الأعداء. هاي نايس. هذول هون الجماعة مخلين راحلهم.
لا هذا بيت أليف بس بحارب معنا، خليه راح أخده معي. شو بدي أفتح؟ بدي أفتح صندوق. يب. وهات نشوف هلا هاي قد ايه بدها بأي اتجاه. أدبت. والله على قد ما عم بلم، على قد ما عم بلم قاعد من كل اللي عم بقتلهم، قاعد عم بلم منهم لوك بيكس. يعني فيني إني آخذ راحتي بعد أكثر من هيك. فتح أقفال بالقوة. أيوه كمان لوك بيكس. عظيم. شو اسمك؟ أراكنيا. أراكنيا تعال معي. لا صار معنا 2 فولورز وعندنا أراكنيا. تعال شوف شو رح يعمل. هل فينا استفيد منه ولا لا؟ هون شو كان عم يعمل؟ طلع معنا فلوس. هذا سم. ايوه هون في سموم. ديدلي بارالايز بوليو. هاتو هاتو. ما حدا بيعرف انا ما بعتقد انا حامل معي سموم. مش حامل معي سموم، من بين كل العده اللي انا حاملها فحلو اني احط سموم على الاسلحه اللي بحارب فيها. هاي هون فيها سموم. هاي كمان فيش ستروبريز. ستروبري كان ولا شو هي هاي؟ ولا سنوبريز؟ سنوبريز مش ستروبري. نو عم اقول سكايرم ما فيها ستروبري. هذا هون سترونج بوكس. طلع مين كيف عايشين هدول حاطين اللحمه والدم وهذا هذا كمان بعرفش انا تيكت. اوكي هذا سم. سم ليه ما فيني بويزن. يب هذا فيه سم كمان. نوب نوب نوب. حلو هيك محل رايق، بس المشكلة اللحمة اللي حاطين لي اياها هون مبشعة المكان. والله من اصلا الفامبايرز لانه عايشين على الدم، وبتصور بياكلوا لحمة نية. بحبوا الدم الفامبايرز من هيك مثل تبعهم وسخ. طلع معلم هيك عايشين على الاشياء هاي. انا مبسوط على الفامباير. تعال على 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 السبايدر. هذا شو وضعه يا حرام؟ هذا كمان دارك الف صدوه قتلوه هون يا حرام. اوكي وين هذا المخرج؟ في بيطلع من هون. هون احنا كنا هون. تعال طلع. ليك حاطينه بنص الدائره ومضوين شموع عليه. ليك ليك يعني كمان الجماعه ماخذين راحتهم. وهذا هون وين هذا الطريق فوق؟ حتى كمان سير كلياتهم. ويت هون في فوق اشي. كما يبدو في هون مثل شورت كات بالمكان هذا. Find the tamed fox. في كمان فوكس بس الفوكس ما بعرف شو. بعتقد رح يكون أليف الفوكس. الفوكس حيكون أليف ما عنده مشكلة. أنا مبسوط بهذا. أيوة. نايس. طلع على شكله بالضوء. يا ففي ناس بيخافوا من العناكة بصراحة. حتى إن شافوها باللعبة بخافوا منها. فاذا انتم بحال عندكم هالشغله هاي بعتذر. اذا انا بحال فاجئتكم على هالعنكبوت بهالشكل القريب. بكل حال انا هون رح الحق النهر. يا ساتر ما هذا معدني. ليش انا قاعد عم بصيح؟ رح نلحق النهر. هذا النهر بيروح فينا شمالا على ويندهرن. تعال سبايدر تعال حارب عني. تعال اشوف اذا بحال نزلت هذا. ويت هذا ما هجم علي. بدي اشوف اذا السبايدر نو يا جوردي. كنت عاوز اشوف السبايدر كيف راح احارب معنا. مش عارف وين راح. تعال هذا التنين بعده فوق. عظيم
ماشيين مع المي. هذا النهر اللي بودينا بتصور. اكتشفنا ويت هذا محل جديد. A new place, new location. واو. ريفر. وهلا هذا كان موجود باللعبة الأصلية ولا أضيف بالانيفرساري؟ مش عارف. في واحد تحت التخت. لا هذا بوتس. فكرت واحد تحت التخت. انترستينج هالبوخ هذا. ما عندي فكرة كيف نضاف. أوه في نوت هون. فيشينج ماب. Alright هات. شور أنا عم جمعهم هذولي. آه شكله نضاف مع الفيشينج. إذا فيه فيشينج ماب شكله نضاف مع الفيشينج مع إضافة الأنيفرساري. عم بقول يعني بعد 400 ساعة. بعد 400 ساعة الواحد صار مكتشف تقريبا. ريجر ماب لحظة. وين هذا؟ وين بالضبط هذا محله؟ هالبرج هذا وين موجود؟ بعرفش. بسكايريم ولا بسولستاين؟ برج شكله مربع. عارف هذا وين؟ هذا يمكن صوب ريفتن. مش اكيد بس رح اخذها معي. رح اخذها مع الخريطة هاي. ممكن يكون صوب ريفتن. بايرت كينج اوف ذا ابي كينج. ما بعرف شو هو هاي. طلع هون كمان كان دوب قاعد ياكل. شكله بيشبه شكل وش فاين هات بس عشان في عليها دم فكرته مثل وش راس واحد. ايوه يا جماعة معلقين سمك. هون في واحد يصيد. في شيء في فيشين سبلايز هون هي. بس مش جاي على بالي اصيد هلا. هيك الخيول بالمي. تعال نمشي مع المي الحلوة هاي. ورايحين على وندهم. يا بعتقد هذيك هي وندهم هنا. يب. هون في فوق بهالمكان هيا هناك في مثل ضريح لتالوس فوق على راس عراس. شو هالصوت هذا؟ هذا الصوت بيطلع لما تعمل شيء لما تحقق في تحت ثعلب بالمي. ما بصير يعني. بيطلع هالصوت لما بتكتشف شيء او وصل لمكان. يا فهون فوق تلوس عاملين له ضريح طبعا. ولك كيف انه الضريح عم بيواجه المدينه. انه هون معقل يعني ستون بلوك. على كل حال مثل ما نزلنا بالمي مثل ما رجعنا من المي حنرجع ننزل على المينا عبر المياه لحتى ما نفوت على المينا. شوف هاي هون من المرات النادرة اللي بتيجي فيها على ويند هيلم بكون الطقس اجمالا مقبول. صح؟ لا. وين راح العنكبوت تبعي؟ المفروض انه يلحقني. فيني اجي من هون. فيني اطلع من هون. هذا مش سلم هون. ما بنطش. وانا اصلا ما فيني انزل. لو نزلت بعد نلاقي محل محترم نطلع منه. والله حتى كمان سير ونازل معه بالمي.
حصدناها، كنا عم نقول انه المحل شمس طالعة. السمك تحت. المفروض هذا يعني يكون حصان آلي، فما يتأثرش بالبرد ولا بالثلوج. بس بتعرف اطلع. اوكي. وهاي طلعنا. نو ما تنزلش لتحت، عظيم. فبدي اتركه هلا هون. تعالوا حتى نسيب هالثلوج هاي. راح نسيبها. فيني هذا اخذه معي على سوس تايم. فيني اذا بحال اخترته بالكونسول كوماند. بس خليهم هذا، انا بدي هذا هو نفسه جيلاند. نرجع على سولز تايم. If you've got the gold, I'm your captain. نعم. عندنا الجولد. Right then. Let's be off. هلا سيرو وجوردس بيجوا معنا كمان. هاي عن جد. عنكبوت معنا. اهلا اهلا. تعال عنكبوت تعال. بدي اعرف بالضبط شو امكانياته هالعنكبوت هذا. شو ممكن يعمل لي؟ ما في معه. تعال. في كنت بدي اطلع بس على شغله من بين ال انا حسب ما عرفت هون. اه تليبورت. اوه اوكي. بعد بقي لنا الثعلب. بعد بقي لنا الثعلب هيها هون. بعد عندنا الثعلب. هذا الثعلب هلا بسكايرم. هلا بدنا نرجع على سكايرم. خلينا هلا هون نكفي قصه التمبل هذا ونشوف وين كان موجود. اذا مش غلطان بالطريق هاي. يا هو ما كثير بعيد عن المدينه. Head over to the wretched edge of the ash ashes road. اوكي. بعتقد في محل من فوق. وين جوردس؟ مش عم بتلحق معي. بعد لفوق. يا فان شاء الله هلا لما راح اروح ارجع على المعبد وهقول لهم انه انا خلصت. وات؟ زومبي. سيرو اسف. لك والله سيرو بعده عايش مش فارقه معه. شو هذا هذا كمان؟ سبايدر تعال تعال اشتغل معنا. شو عم تعمل؟ ما عم بحارب مع السبايدر. ويت هذا مين؟ دوغ. طب مش عارفين نحارب حدا هيك. مين اللي عم بضرب؟ هذا هون. طب لحظة وين العنكبوت؟ شو هذا عم يعمل؟ هذا شو عم يعمل؟ مين كان عم بصيد؟ هانتر. If you've come here to hunt, there is plenty of game to be found. ما تقول لي قتلت الكلب. لا الكلب بعد عايش. هذا شو فينا نعمل للكلب؟ ما في نحكي معه. شو زومبي هذول؟ ما بنسكر ولا كانوا موجودين بإضافة دراجون بورن بالأساس. يا فهذا شو وضعه هذا؟ سبينا ويب تراب. اوكي بس وبعدين اذا اجى حدا بيعلق فيها يعني ولا شو؟ مش عارف. طيب نرجع على المعبد نقول لهم خلصنا كل هيا. هذا هو يمكن. يب
إذا مش غلطان هذا هو اللي احنا فتنا له. بنقول له ان احنا خلصنا كل المهمات. Clear the temple. What? Wait, wait. شو هدول؟ زومبيز كمان جوا؟ اوف قديم! ليفل 50 بس اجمالا قوته ضعيفة. عملت اشي. سيروا علق بالجو. وزوج صار بالجو. اوكي يب. هاي بس يكون معك اكثر من فولوور هيك بصير. اني هاو ما راح هلا انا اشغل حالي فيهم. ان شاء الله يرجعوا. اكشولي انا فيني ارجع اظبطهم. فيني ارجع اظبطهم بس ما بدي هلا اشغل حالي فيهم كثير. ويت شو بس. هذا الزر هون. دعنا نروح. هون كمان تحت على الأنين. تعال نروح نساعدهم هالجماعة. مين اللي عم بقول امبرسيف؟ وات؟ كأنه شفت حدا طاير بالجو. ما عاد فيني اضرب ال ويت هذيك شاوت كانت. هلا هلا رح ارجع اظبطها لجورديس ولسيرو. ويت ا مينت اضرب لهم. لحظة شوي طالما قوتهم ضعيفة خلينا استعمل شيء. استعمل هدول اللي معي مع انه بطولوا بس لانه قوتهم ضعيفة حتى لو بحل ضربوني ما عنده مشكلة. هاي شكلها حلو بدي اجربها. اوه بس هذه هي هيك كانت. طيب نستعمل فاير ستورم. ايوه تعالوا قربوا علي. خد ولا فرقت معهم. طيب نجرب شيء ثاني. فضيهم كلهم. وهي شو بتعمل؟ بس هيك؟ Are you kidding me؟ هذه كل السكرول بس على هاي. طيب ليفل 12 هاي ما راح تفيدنا. ليفل 12 اوكي هاي تعمل لهم بارالايز. هات لنجربها. بارالايز اوز ذا تارجت. ايوه يمكن كمان بتعمل بارالايز لجورديس وسيرو. وهلا هن على الارض بنزل لهم. هن على الارض بنزل لهم. يا عارف شو هات لنظبط. ويت ا مينت ويت ا مينت ويت ا مينت. هيك منه حل. يب بتختارها بتقول له ديسيبل بترجع بتقول له انيبل وظبطت. ظبطنا جورديس وهذا ظبط كمان عظيم. يا واو هذا مات. ما بدي اضرب هذا بالغلط. هذا انا خاف منه. طيب هات لنعمل بارال. مشكلة انا خايف اضرب عليهم اي سكرول. يا ما بدي اني اكسب عداوة حدا. فخلي اللي عاوز يتخانق مع حدا يتخانق معه. ويت انا في معي سموم. مش احنا اخذنا سموم من هذاك المحل؟ لا اعرف شو خلي السموم لشي عدو قوي. يا اوه نو مين هذا ضربناه؟ نو ضربنا اوكي عظيم قوموه لمصلحتنا. سوري مان سوري. يب
clear the temple of the ash zombies. Yeah, آسف. Yeah, بس منيح. أنا محمل جوردي ستاف تعمل resurrection ل. Okay. ليك هدولي لما دخلنا أول مرة كانوا فاضيين. Bread. أعطيني خبز. كانوا فاضيين هدولي. زرعوهم. Garlic. No. تمام. وهذا معنا كمان الحارس تبعهم صار مرافق لإلنا. Heat stone. هدول hard stone. هذا شو بنعمل منه هذا؟ ما راح أجبر حالي فيه. هذا بده يكون واحد عنده وقت وما في عنده لعبة مثل ستار فيلد راح تنزل بعدها أقل من 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 3 أسابيع. أيوة هيك الأرض. شو هذا؟ رخام؟ لا مش رخام، هذا له اسم تاني، له اسم تاني بالعربي بس مش عارف اسمه لا بالعربي ولا بالإنجليزي، بس التكستشر تبعه حلو. Anyhow الزعيمة تبعت الجماعة هاي. Need something. نعم، أول شيء وصلنا لك. يا أزورا bless you. أزورا؟ أوكي. ما بتعطيني شي جوهرة شي شغلة؟ Until next time. بس اوكي هاي احنا بدناش اياها، احنا هلا ماشيين بهاي. جمعنا جوهرتين لانه هاي هي المهمة الرئيسية. هاي المهمة الرئيسية اللي احنا اخذناها. بدنا نجمع كمان جوهرتين ونروح نحطهم بهديك الفورج حتى كما يبدو راح تصنع لنا سلاح. Retrieve the unenchanted weapon. اخذته. Use the forge. To restore the true flame. في سلاح اسمه the true flame. Unenchanted. زي كأني أنا شفته Unenchanted weapon. كنت ما أخذه بمكان ما. هيا. أوه. لا هذا بيحرز. أنا بدي بجزء السادس من Elder Scrolls يعطون الإمكانية أني أشكل السيوف بهالشكل هذا. الانحناءات تبعها والمقابض تبعها وشو عم بزينها بأي جواهر وبأي لون. لو عن جد بدهم بياخذوا الجزء السادس من Elder Scrolls لمستوى أعلى لازم بيعطونا كرافتنج بهالدقة هاي. على كل حال أنا هلأ بعد مش عارف شو المهم التالي. نقول لأنه إحنا I have passed the letters. Good. Take this token of my gratitude. نعم نقول لأنه letter from the matriarch. اوكي صرنا 1500. طيب هل في بعد كمان مهمات تانية؟ of course it's all in this note. To stop these attacks. Ashen heart. ليك بعد اريد وكالعادة بتعطيك ملاحظة لانه باضافات الانيفرساري منهم محطين اداء صوتي فمعتمدين على كل هالنوتس هاي لحتى انهم we're one of the same kind you and I. I'm glad to have met you. هاي بعد بكل نفس الجملة. على كل حال رح نقعد هون على الطاولة هاي. هون عم بياكلوا شو اللي عم بياكلوا؟ اش هوبر. بياكلوا اش هوبر. هذا شو الهوبر جراد؟ مش عارف. بتقعد بطاولة ثانية. ما عجبني الاش هوبر هذا. رح نقعد هون. يلا. رح نقعد هون. وأنا كان في معي خبزي صراحة أخذته عن الأرض. وهذا السمك اللي أنا صايده هذا مستوي روست؟ يب هذا مستوي. في شيء أشربه؟ هذا هون شو المشروبات اللي عندكم على الطاولة بعد عناء هالرحلات؟ السجومة. شو بيعمل السجومة؟ وشين؟ restore 25 points of stamina decrease target stamina sure. لا هاي أعطيني يا معلم سجومة. يعني شوف شو هو هالسجومة هذا. يب. إذا بحال شفنا حالنا من برا. اشرب لي شوية سجومة.
هذا سجومة ما بنعرف شو نشوف صنعوها تعمل فينا تأثير. بس أنا هلأ ما عندي مانع رح نقعد ونقرأ الرسالة اللي أخذناها. يب تعال نقرأ الرسالة اللي أخذناها بالحلقة هاي.